العراقية الإخبارية. دولة الرئيس، لدي سؤالان. الأول يتعلق بسمات الدخول. تحدثتم يوم أمس عن السماح للمستثمرين الألمان بالدخول عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. كيف سيتم العمل بهذا القرار؟ وما هي شروطه لدخول المستثمرين؟ تعرفون هذا القرار هو الأول من نوعه في مجال الاستثمار. الثاني يتعلق بأولويات تنفيذ الشراكات التي تم الاتفاق عليها. هل هي الكهرباء للغاز المصاحب أم البتروكيماويات؟ نعم. موضوع المنح السمات هذا قرار اتخذت الحكومة من خلال الوزارات والمؤسسات المعنية للمستثمرين للشركات من أجل تذليل المعوقات ودخولهم. أيضا هناك جانب مهم يتعلق بمسألة تشجيع السياحة والوفود السياحية من ألمانيا إلى العراق للسياحة الأثرية والسياحية. ساهمنا في تدليل هذه المعوقات أمام هذه المجاميع. الحكومة جادة في مراجعات مستمرة لأهم المشاكل التي تعترض توفير البيئة الآمنة الجاذبة للمستثمرين والشركات. الشراكة الكل يعلم حجم التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز. اليوم توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن مشاريع في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلا عن التأكيد على التدريب المهني الذي يخلق فرص عمل في هذا القطاع وتقديم رؤية في مجال الجباية. بتقديري هذه المذكرة تنفيذها سوف ينعكس بشكل واضح على الطاقة، توفر الطاقة الكهربائية للعراق، خصوصا وأن الحكومة قد وضعت التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه المذكرة.